على ارتفاع 1851 مترا عن سطح البحر في جبل الصليب، أطلق وزير الطاقة والمياه جبران باسيل إنارة صليب فريا من ضمن مشروع إنارة الصلبان على جبال لبنان، وذلك خلال قداس إلهي حضره حشد من الفعاليات السياسية والاجتماعية والأهالي. وأكد باسيل العمل لتأمين الكهرباء للجميع، للكنيسة والجامع، للجبل والسهل، وللقرية والمدينة. وكان باسيل جال خلال زيارته في كسروان على مشاريع المياه والكهرباء شملت بلدات شعيتة، بلون، فيترون، وختمت في سد شبروح. تم توقيع اتفاقية بين بلدية صيدا والشركة اللبنانية للتطوير والاستثمار الفندقي لإنشاء فندق في المدينة. وأكد رئيس بلدية صيدا محمد السعودي أن المشروع يهدف إلى جعل المدينة وأهلها يتمتعون بفندق لا يجوز أن تحرم المدينة منه، معتبرا في سياق منفصل أن الكلام الإعلامي عن استقالته غير وارد. كتاب جديد يترجم الأدب في أجمل طريقة من توقيع الكاتب غسان الديري بعنوان مواسم العذاب، تم توقيعه في جامعة البلمند في حضور مفكرين وشخصيات ثقافية. الديري شرح كيف عالج في عمله عمق الطبيعة التي تناظر بين الخير والشر، وشارك عدد من المفكرين الكاتب في النقد الأدبي للعمل.